بنحلل الراجع. طيب نشوف الراجع على الفريم اليومي. قلنا قبل يومين مفروض ما يكسر 95، لو كسر 95 خرج عن الترند الفرعي الصاعد. شوفوا خرج عنه، لاحظتوا ايش سوت الشمعة؟ اختبر، خرج عنه، حاول يختبره وبعدين بدأ يسقط. الآن لما سقط الراجع فين قرب؟ قرب من هذا الدعم. هذا الدعم اللي هو دعم اللهم صل على النبي 90، هذا دعم اللي هو 21/3 21 مارش، مظبوط؟ ايوه، وهذه القمه التاريخيه المخترقه او قمه فرعيه سابقه مخترقه. شوفوا الان الراجح فين وصل بعد كسر الترند الفرعي، وصل الى خطوط دعم. الان انا ابغى اراقب الراجح اليومين دي. اتخيلوا الراجحي كسر الراجحي منطقه 90 90، الله ولا فالك مثلا. انتوا ايش شايفين قدامكم؟ لا تعال تعال انا اوريك حاجه ثانيه، بلاش 90 90، اعتبروا انه هذه قناه هابط. لا خلينا نقول 90 ريال. هذه كده مفروض الراجح الان نعتبره انه داخل قناه هابطه. هذه فيها احتمال انه الراجحي يرجع يصعد كده ويصير عنده زي الدبليو، وفيها احتمال انه يكسر، ولو كسر هنا الكارثه. شوف حتى متوسط الخمسين على اليومي بدا يزحف نحو 90، يعني انت لما حتكسر القناه حتكون كسرت ايش؟ كسرت متوسط الخمسين. طيب يا ابو محمود فين رايحين في الراجح؟ اذا نبغى ندور له ترند وندور له مسار. ترى ما في ترند واضح قريب، يعني ما في انك تدور ترند، ما في ترند. لذلك حتلجأ لايش؟ حتلجأ تبحث عن سقف قناه، اشياء فنيه من هذا القبيل. فانا اذكر في الراجحي لما اخذنا قوتنا في الصعود برضو من قاع سبتمبر في 2020 كان عندنا ترند صاعد، شايفين؟ وكان عند هذا الترند سقف، شايفينه؟ ها شوفوا الراجحي ايش سوى هنا، اقتحم سقف القناه. هذه سقف القناه ده يا سيدي اخترقه، وعلى طول نحن وقتها فلنفترض جينا قلنا الدور الثاني. فين الدور الثاني؟ الدور الثاني على طول ناخذ الخط الموازي كده. وي افا، هيا شوف كيف، هيا شوف المنظر ده، شوف فين وقف الراجحي الان. هاي دحين كم دور صار في الراجحي؟ كانه عندنا ثلاثه ادوار. خلينا ناخذ الخط الموازي كمان واحد تاني ونودي، نجي نقيس المسافة برضو من هنا. يا الله يا الله على القهر. جاء هنا اخترق، شايفين؟ وهذا السقف الثالث. الآن نحن فين قاعدين؟ قاعدين في قاع الدور الثالث. شايفين الراجحي لو كسر فين يروح؟ إذا حنمشي الآن على الأدوار، قلنا هدف الراجحي ممكن يكون 104. ليش قلنا 104 لو اخترقنا حاجز 100؟ نرجعكم للشارت الشهري ونحط الفيبو. شوف الآن، شوفوا هدف الدور الثالث فين؟ لو جينا سحبنا الفيبو من فوق قلنا احتمال يروح. يجيب النسبة الذهبية من عام 2006 لو اقتحم المية، شايفين؟ وفين جايك سقف القناة؟ جايك سقف القناة مع 104. يعني نحن لو طلعنا الآن وسوينا دبليو واقتحمنا الترند الهابط قريبة 99 رحنا 104 هنا، ورب ويا سلام والسوق حلو، ممكن وصلنا 10 و500. أما لو جان حرف فكسر القناة الدور طاح في الدور الثاني وكسر قاع القناة، لو جيت نفس قاع القناة دي عكستها أخذتها من هنا لهنا وجيت سحبت السهم كده
وجيت أخذت شايفين فين وصلنا؟ يعني كل الطرق تؤدي إلى أننا قد نتجه إلى 83 ريال، و83 هي قاع فني سبق أنه أعد العدة منه وطلع منه الراجحي، وهو سيكون قريب من متوسط المية على الفاصل اليومي، يكون كسر الخمسين يبحث عن المية، ونجي هنا ويكون عندنا قاع ونسبة تصحيح لا بأس بها، وممكن الراجحي هنا يبدأ يكون إيش مثلاً موجة ارتدادية مضاربية أخرى. وبناء على ذلك نحن حنشتغل في الراجحي مرحلة مرحلة، ممكن يطلع الراجحي فيصل إلى منطقة التسعين فيكون قمة أدنى من قمة ثم يسقط، ما تدري مع المستقبل يمكن يروح يكسر 83 يرجعك 73 ويرجعك ل 76 اللي هي القمة اللي اخترقها حقة عام 2019. هو إيش اللي خلاه يدخل الموجة القوية هنا لما تجاوز القمة دي؟ ممكن يرجع لها؟ ممكن يا حبيبي. وإنت أساساً وقتها لو سحبت الفيبو من قاع الموجة في كورونا إلين أعلى قمة وصلها الراجحي، كم حيصادف لما يوصل عند هذه المستويات؟ حيصادف إنه صحح؟ لا والله، ممكن يصادف إيوه، ممكن يصادف إنه صحح تقريباً 50 فيبو أو خلينا نقول يكتفي ب 38 83. عند كم يا أبو محمود؟ هي 83 82 ريال نسبة تصحيح 38 فيبو من قاع كورونا، أو يدعم فيبو. ويدعمك نموذج هارمونك 82 30. طيب بس هذا متى ينفتح الملف ده؟ لو كسر الراجحي كم؟ 90 ريال. الآن الراجحي كم؟ 92. عندنا خيارين زي ما قلنا، السوق عنده احتمال إنه ينزل ويطلع، وطلوع له شرط ونزول له شرط. الراجحي الآن كقيادي هو عايش مع الاحتمالين حقة المؤشر، يعني نحن كيف حنحكم إنه السوق طالع إذا الراجحي ارتد؟ وكيف حنحكم إنه السوق نازل ونغلب نزوله إذا الراجحي كسر؟ طيب أوريكم حاجة تانية خطيرة، أوريكم إنه البنوك السوق يتبع البنوك أكثر من القطاعات الأخرى الثانية. لو رحنا الآن إلى قطاع المصارف، أوريكم المصارف فين وصل. وين وصل المصارف يا شباب؟ المصارف وصل إلى قمة عام 2019 ودقر خلاص، وصل دقر. فين وصل السوق السعودي؟ وصل سقف القناة. يعني الآن نحن الكورة في ملعب مين؟ في ملعب البنوك، إلا إذا تحرك قطاع يخلي البنوك تهدي تخفض مؤشراتها مثلا داخل القناة. شوف يعني مثلا نقول هذا مسار صاعد في القطاع المصرفي، شوفوا هذه قناته، شايفين يا جماعة هذه قناته، هو الآن جميل. طيب لا أية مخترقها، هو مخترقها ومقفل فوقها، لازم يطلع فوقها. الآن هو بدأ يضعف، بدأ يلعب في وسط القناة. يعني شهر إبريل ده إذا ما يرجع يخترق القمة، أيوة يعني معاه زي المؤشر، إذا ما يلعب فوق 10,000 وعشرة يبقى ضعيف. يعني ممكن ينزل. فأنا أقول لك لو نزل البنوك صح رجع لمنطقة 78. إذا ما يتحرك المواد الأساسية بعكسه زي ما قلنا أمس، يطلع أرامكو في قطاع الطاقة فيقود قطاع الطاقة والبتروكيميكال السوق، بحيث أنه لو نزل البنوك جنوا أرباحهم مؤقتا وصححوا هنا تمام مثلا، أو صححوا موجة دوروا عن لازم في قطاع قوي عشان يبقى المؤشر متماسك، وإلا حيدهورنا البنوك، حيدهورونا، حيدهوروا المؤشر. تعالوا نشوف قطاع المواد الأساسية على سبيل المثال قوي إلى الآن، اللي يقوده سابق